ويبدأ الحساب. مشهد عجيب، منظر هائل، البشر ببلايينهم والجن والبهائم واقفون في أرض المحشر، الناس تنظر، ما هذا المشهد؟ كتب تطير، ويتعجب الناس، ما هذا المشهد؟ وفجأة ينزل كتاب من السماء إلى الأرض فيسقط في يد إنسان. يصف الله سبحانه وتعالى هذا المشهد، بعض الناس يسقط الكتاب في يده اليمين وبعض الناس يسقط في يده اليسار. أول علامة واضحة الآن للنجاة أو الفشل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. بعض الكفار يحاول أن يخفي يده لأنه يعرف سيأتيه الكتاب في يساره، فيجعل يده وراء ظهره، ما عنده ملابس، ما يستطيع أن يخفيها في أي مكان، فيجعلها وراء ظهره، فينزل له الكتاب في شماله من وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يا ويلي، ويصلى سعيرا. يقول سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه، يفتح الكتاب، يبدأ يقرأ في الكتاب، فيجد الطاعات، يجد الصلوات، الصيام، القيام، الصدقة، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، مساعدة المحتاجين، الذكر، القرآن، يرى الحسنات، يرى الخير الكثير، ينور كتابه، فيتأمل ويتأمل ويفرح، يفرح، فيبدأ ينادي من حوله. يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤموا اقرأوا كتابيه، إني ظننت، يعني أيقنت، أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية، جعلنا الله وإياكم منهم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول، لما يبدأ يفتح الكتاب ويرى التقصير في الطاعة، يرى العقيدة الفاسدة، أو يرى الكفر، أو يرى الفجور، أو يرى الزنا لا سمح الله، أو الخمر، أو ترك الصلاة، أو ترك الزكاة، أو الربا، وأمثال ذلك من المعاصي، عقوق الوالدين، قطع الأرحام، يشاهدها في الكتاب فيعرف أنه هلك، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها، يعني الموت التي متها، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت اللي متها كانت هي النهاية. فينادونه: أين مالك لينجيك؟ فيقول: ما أغنى عني مالية. فينادونه: أين سلطانك؟ أين جاهك؟ أين عزك؟ وين المناصب؟ فيقول: هلك عني سلطانية. فيأتي الأمر: خذوه فغلوه، ربطوه، ثم الجحيم صلوا، ذوقوا جهنم والعياذ بالله، يدخلون في جهنم غمسة واحدة ويطلعونه، يؤتى بأنعم أهل الأرض، أكثر واحد متنعم في الأرض، فيغمس في النار غمسة فيخرج منها. فيسألونه: هل ذقت نعيما قط؟ هل رأيت سعادة قط؟ عمرك مرت عليك سعادة أو نعيم؟ بهذه الغمسة ينسى كل النعيم اللي كان فيه وهو أنعم أهل الأرض. فيقول: والله ما رأيت نعيما قط ولا رأيت سعادة قط. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا، ربطوه بسلسلة طولها 70 ذراع. يصفها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها سلسلة من نار يدخلونها من فمه ويخرجونها من دبره، يربطون من داخل والعياذ بالله. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل صغير وكبير مستطر، كله مكتوب. يقول الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها. يبدأ نور الله عز وجل يظهر وتشرق الأرض بنور الله عز وجل على كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه. ووضع الكتاب، كل واحد أخذ كتابه، وجيء بالنبيين والشهداء حتى يحكموا، يشهدوا على الناس، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون.
يقول الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب، كل إنسان أخذ كتابه، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل ما فعلوه صغير ولا كبير موجود. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أحصاه الله ونسوه، حتى الأشياء اللي نساها الإنسان ما تذكر أن فعلها موجود في الكتاب. كل إنسان على كتفيه ملكين يسجلان له ما فعل صغير أو كبير، فلنستحي من هذين الملكين ولنستحي مما يكتب في الكتاب. وأختم بمشهد أخير قبل بدء الحساب، هذا الآن جاءت الكتب، الآن الحساب بعد ما بدأ. مشهد من أعظم المشاهد، من أجل المشاهد، بينما الناس على هذا الحال، إذ جاء الله سبحانه: لا إله إلا الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ما يرونه في غمام، ينزل غمام ومعه الملائكة والله سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته من وراء ذلك، فينزل الله عز وجل ليحكم بين العباد. يأتي الله على كيفية تليق بجلاله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبه شيء. فينزل الله عز وجل فيقال للناس: هل بينكم وبين ربكم علامة؟ فيقولون: نعم، بيننا وبينه الساق، أن يكشف عن ساقه حتى نعرف الله عز وجل أنه هو موجود أمامنا ونسجد له، يكشف عن ساقه. فيكشف الرب سبحانه وتعالى عن ساقه فقط، لا يكشف عن نفسه، فقط عن الساق، ويؤمر الناس بالسجود فيسجد المؤمنون. أما الذين كفروا وفجروا ونافقوا فيحيل الله عز وجل ظهورهم صلبة، فما يستطيع أن يسجد. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. كانوا يستطيعون السجود في الدنيا ورفضوا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. رفضوا السجود في الدنيا فلا يكرموا بالسجود لله في الآخرة. بهذا المشهد العجيب الذي ينبغي أن نتذكره دوما، اذهبوا وفكروا فيه، كيف نكون أمام الله عز وجل والكتاب إما في اليمين وإما في الشمال، والحال إما مكسوين وإما عراه. تذكروا الحال وتذكروا عظمة الرب الذي نقف أمامه، واعلموا أن هذا بداية الحساب. وبدأ الحساب. قبل أن يبدأ الحساب يحدث أمر عظيم آخر، والناس في أرض المحشر. تخيل منظر هذا الإنسان الكافر وهو ينظر في أرض المحشر، وقد اقتربت الشمس وتصبب العرق حتى كاد يغرق في عرقه، ويجيء الله سبحانه وتعالى ويكشف عن ساقه بجلاله وعظمته، ويدعى للسجود فلا يستطيع. فيحدث المجهد العجيب المفزع، مشهد مجيء النار. يؤتى بالنار تجر إلى أرض المحشر. يقول الله سبحانه وتعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هذه هي الحياة الحقيقية. يا ليتني استعددت لها، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. 4,900,000,000 ملك
وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه. تخيل هذا المشهد الهائل، هذه الأعداد الهائلة من الملائكة بقوتهم وعظمتهم يجرون جهنم فيأتون بها إلى أرض المحشر. ماذا يحدث للناس عندئذ؟ وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم تراهم، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يصور جهنم وهي ترى وتسمع وتشهق وتزفر كأن فيها حياة. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أول ما ترى الكفار تبدأ تغلي تتغيظ، هي تراهم. ويحدث مشهد عجيب أمام الناس، مشهد هائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج عنق من جهنم، من النار، ذراع هكذا عنق يخرج من النار يوم القيامة، لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق. يقول: إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد. تبدأ بهؤلاء وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. يقول الله عز وجل: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. تمر أمامهم يشاهدونها، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. برزت جهنم، برزت الجحيم. يقول الله عز وجل: وبرزت الجحيم للغاوين. لما يرى الناس هذا المشهد، مشهد جهنم بجبروتها وعذابها تجر بهذا المشهد، يسقط الناس على الركب، الكل يسقط على الركب. يقول الله سبحانه وتعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. على الركب. يقول سبحانه: وترى كل أمة جاثية. الكل على الركب من هذا المشهد المفزع، مشهد نار الجحيم سقر، مشهد السعير لا يصبر أمامه أحد. ويبدأ العرض على جهنم. يقول الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ هذه جهنم التي كنتم تكذبون بها، أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فتخرج هذه العنق فتدخل في أجواف الكفرة حتى تصل إلى قلوبهم. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى قلوبهم. في هذا المشهد العظيم، هذا الذل الشديد الذي يصيب الكفرة والفجرة، تراهم ينظرون إلى جهنم. يقول الله سبحانه وتعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، من طرف عيونهم يطالعون، ما هم قادرين يشوفونها، ينظرون إليها مباشرة من الخوف، فينظرون إليها نظر خفي، ما هم قادرين يباشرون النظر إلى جهنم. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. ما في نجاة، ما في مفر. ويتذكر الكفار ما حدث لهم في الدنيا، فترة بسيطة قصيرة، لو أنهم أدوا ما عليهم فيها لنجوا من هذا المشهد. لما يرون جهنم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ،
فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كل هذه الدنيا كأنها ليلة وضحاها. هل تسوى يا إخواني؟ هل تسوى يا أخواتي أن نضيع النعيم العظيم وأن يعرض الإنسان نفسه للخطر الجسيم في لحظات شهوة، لحظات معصية؟ هل تسوى ذلك؟ لما يرى الكفار هذا المشهد يعلمون أنهم ولا بد سيكونون من أهل النار. يقول الله سبحانه وتعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ما في مفر منها. أما المؤمنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه المشاهد المفزعة ليست لنا إن شاء الله، ليست للمؤمنين، ختم الله لنا ولكم بالصالحات، وإنما هي لمن عاند وكفر وفجر. أما المؤمن حتى صوتها ما يسمعونه. يقول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أبشروا، لا فزع إن شاء الله ولا خوف عليكم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنت